نقرب من الكواليس بشكل أكبر ونشوف كل ما هو جديد خاص بالتدريبات واستعدادات الفريق. خلينا ناخد على الهاتف زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي أمير، كل التحية ليك ولجمهورنا وكل مشاهدي قناة الأهلي. أهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن من خلالك على استعدادات فريق النادي الأهلي للمباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي بإذن الله. يمكن نأكد على كلامك طبعا أمير، في البداية بدون راحة، استعدادات قوية ومكثفة لبطولة الدوري العام، مباراة الإنتاج الحربي، كل المباريات صعبة، كل المباريات لها حسابات خاصة لفريق النادي الأهلي، عندنا بعض الإصابات بعض الغيابات، لكن الحاله المطمئنه الكبيره اللي احنا بناكد عليها من خلالك من خلال قناه الاهلي ليك الجاهزيه التامه لكافه اللاعبين، كل اللعيبه اللي متواجده اللي في القائمه وخارج القائمه، الكل اي حد بيكون متواجد امير وبياخد فرصه في الملعب بيأدي الاداء المطلوب واللي بنتمناه ان شاء الله باذن الله ان ربنا يلعب الاصابات شويه عن النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه مضغوطه بشكل كبير، مباريات افريقيه ومباريات بطوله الدوري العام. لكن يعني الحمد لله انا يمكن عايز اطمنك برده على عمار حمدي، يمكن انت اتكلمت على محمود متولي، محمود متولي بالفعل يمكن مستمر في مرحله التاهيل، عمار حمدي من اللحظات كان في مستشفى المعلمين اللي قريبه جدا في النادي الاهلي للاطمئنان على الظهر، كان عنده الام في الظهر اشتكى منها وعنده بعض يعني بدايات كده ليه نزله برد، النهارده الاشعه اللي عملها يمكن يعني خلال ساعه او اقل من ساعه تكون نتيجتها للاطمئنان عليه، ما بيشاركش النهارده في التدريبات بشكل عام، بيأدي تدريبات فرديه، لكن كل اللعيبه امير حالتها البدنيه والفنيه والروح المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا. النهارده كمان مستر ريني بايلر قبل انطلاق المران محاضره والتاكيد على مواصله الانتصارات، اللعب بجديه بكل قوه ان شاء الله خلال المباراه القادمه والمرحله القادمه بالنسبه لي للنادي الاهلي. كمان النقطه المهمه جدا اللي عايز اتكلم فيها وهي الفنيات اللي احنا بنشوفها يا امير، والتكتيك اللي الراجل بيقوم بيه وتصحيح الاخطاء المستمره. النهارده يمكن الراجل التدريب طبعا لسه في المنتصف، ولكن الراجل مخصص جزء تكتيك، الراجل عايز يوصل للعيبه كيفيه التحرك بدون الكوره في اماكن معينه في الملعب. نقطه مهمه جدا، لان ممكن في المباريات اللعيب بلغه الكوره يسرح شويه كده، لكن تاكيده والراجل بيمثل بنفسه بيشرح بنفسه بيوقف بنفسه، ده شغل كبير وجهد كبير. والحاجه الرائعه كمان ان الاستجابه اللي بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي، بعض الاهداف وبعض الفرصات وبعض الخطوبات اللي كانت في مباراه الزمالك او في مباراه سموحه، منها شغل تكتيك كبير جدا يعني من خلال متابعتنا الكورنر. انا مش عايز احرق طبعا حاجات خاصه جدا هنا في ملعب مختار السيتش ليه رؤيه، لكن الكورنر ده متفق عليه وعلى يعني العرض القريبه ليها طريقه وعلى البعيده ليها طريقه، في شغل اهداف كبير جدا. يعني امور تكتيكيه بتحدث امامك في استاد مختار التتش يا كريم، وكلها عباره عن تدريبات تكتيكيه وفنيه بالنسبه للفريق. بالتاكيد يعني كلها الامور كده، الراجل مركز عليها بشكل كبير جدا للعيبه، طلب كل اللعيبه منضمه. الاول الراجل كان بيستبعد بعض اللعيبه، بيحاول ان يركز على بعض اللعيبه المعينين اللي بيكونوا معاه في القائمه، لكن الواضح والشكل العام الواضح بعد الاداء المميز اللي بنشوفه من ديانج، بنشوفه من كل اللعيبه، الراجل اللي بيحاول ان هو يطمن عليها، الفرص متاحه للجميع، كل اللعيبه ليها فرصه، خلاص ما بقتش تقدر تعرف مين اللي يقدر يكون متواجد في التشكيله الاساسيه او يكون خارج، ده نظرا طبعا للجديه والحماس والتركيز الكبير جدا اللي باكد عليه من خلال امير للاعيبه النادي الاهلي. كالعاده ايضا فعلا هو التدريب الاخير هنا على ملعب مختار السيتش استعدادا طبعا لمباراه الانتاج الحربي، بعدها مباشره النادي الاهلي يتوجه الى احد الفنادق القريبه جدا من استاد السلام. يعني كلنا ان شاء الله ثقه امير في اللاعبين باذن الله، مباراه تكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله ان مستر ريني بايلر يكون موفق في اختيار التشكيل، ولعبتنا ان شاء الله باذن الله تكون في فورمه المباراه بالنسبه ليوم الاربعاء ان شاء الله. انا معاك كبير ايضا لو سالت. طيب كريم، عايز اسالك على بعض اللاعبين سواء فيما يتعلق بسعد سمير ومحمد محمود، متى يمكن اقحامهم في قائمه الفريق لاي مباراه مقبله؟ هل ممكن من المباراه اللي جايه نتفاجئ ان سعد سمير او محمد محمود موجودين في القائمه، ولا لسه هيبقى في انتظار وتمهل بسيط لعودتهم لقائمه الفريق؟ دي نقطه مهمه جدا طبعا امير بالنسبه لسعد ومحمد محمود. يعني لو هتكلم على سعد سمير، يعني سعد وصل للمرحله النهائيه والاخيره، هي طبقه طبعا الرؤيه الفنيه لمستر ريني بايلر، لكن سعد سمير في تدريبات الكره في الاشتراكات في الامتحانات كويس واضح خلاص مش فاضي بالكامل، عنده اصرار وعنده جديه والراجل عايز يكون متواجد. سعد سمير عندنا بعض الغيابات، فسعد فرصته كبيره ان هو يكون متواجد في القائمه، لكن اللعب من عدمه طبعا دي رؤيه مستر ريني بايلر. محمد محمود ايضا نفس الامر، لكن القريب مختلف شويه امير انت عارف، يعني بيكون في تاني كبير جدا جدا بعد التأهيل في التدريبات الكوره بنشوفه ايضا محمد محمود، يعني منتظرين وجمهور النادي الاهلي طبعا ان هو يشوفه ان شاء الله في الملعب، لكن الاختيار هيكون مهم جدا لمستر ريني بايلر للدفع لمحمد محمود بالتحديد جزء من المباراه، مباراه معينه ما يكونش فيها التحامات ما يكونش فيها اي خطوره عليه، لكن
جاهز سعد، جاهز محمد محمود، جاهزين فنيا وبدنيا، لكن تبقى الرؤيه الفنيه الاخيره للجهاز الفني للدفع ليهم سواء في المباراه القادمه او ان شاء الله في مباراه اسوان اللي تعقد مباراه الانتاج الحالي. اخبار صلاح جمعه عندك ايه يا كريم؟ بيأدي صلاح جمعه طبعا كالعاده تدريباته بكل جديه، المنافسه قويه جدا، المنافسه شرسه، ودي الحاجه اللي كنا بنتمناها من فتره ان يكون في منافسه قويه بين اللاعبين، في اكثر من لاعب متواجد في كل مركز، قرش صالح اعضائي كل اللعيبه يمكن بتأدي بكل جديه. انا بأكد لك على صالح يعني ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه مع التلاحم والمباريات الكبير ومع الشكل العام اللي احنا بنشوفه اكيد صالح هيكون ليه فرصه واثنين وثلاثه خلال الايام القادمه، لكن لابد يكون في تركيز. وطبعا يعني كان الراجل اتكلم معاه واحاديث كثيره مع صالح جمعه، ان شاء الله صالح تدريجيا ان شاء الله خلال الايام القادمه يستعيد مستواه المعتاد. لصالح جمهور النادي الاهلي بتربطه علاقه كبيره جدا بين صالح جمعه وجمهور النادي الاهلي، واحنا كمان ايضا كمان كداعمين لصالح جمعه ان شاء الله بنتمناه يكون متواجد في لياقته البدنيه والفنيه الرائعه اللي احنا بنتمناها ان شاء الله من صالح جمعه. بمناسبه لياقته البدنيه والفنيه، هل هو بيشارك في المراهن الجماعي بشكل طبيعي ولا ليه برنامج تاهيلي خاص بيه؟ المشاركه بالنسبه للعيبه كلها امين يعني يمكن اتكلم على صالح، لا المشاركه بتبقى للكل، الكل اللي بيشارك في التدريب بشكل عام يعني الراجل لما بيكون في بعض التدريبات المنفرده بيحاول يزود مع بعض اللعيبه، بيكلم طبعا مسؤول طبعا المدرب العام للنادي الاهلي ان يكون في زياده شويه لبعض اللاعبين، لكن الكل متواجد بكل اللعيبه بتأدي التدريب والجرعات التدريبيه اللي بنشوفها ما فيهاش بدني كتير امير بشكل عالي زي ما احنا بنكون متوقعين، على قد ما هي بيكون فيها شغل بالكوره وشغل تكتيك في حمل بدني، لكن كله في اطار تصحيح الاخطاء وفي اطار تصحيح الواجبات الدفاعيه والواجبات الهجوميه لفريق النادي الاهلي. زميلنا المتالق دائما كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه وهذا التقرير الوافي بخصوص استعدادات الفريق ومران الفريق بالتحديد في هذه اللحظات استعدادا لمباراه الانتاج الحربي.